عايز اروح ايضا لنقطة ايجابية مهمة جدا خلال الفترة اللي جاية، نقطة كنا بنتكلم فيها خلال الفترة السابقة نادينا بيها اكتر من مرة، عملنا عنها تقارير، استضفنا نجوم كبار رؤساء قطاعات الناشئين، وكان طرح الموضوع هنا من برامج الاشبال من قناة النادي الاهلي. ان شاء الله في يعني تطلعات او نقطة ايجابية كبيرة في انفراجة في مسابقات الناشئين على مستوى الجمهورية خلال الفترة اللي جاية، احتمال بنسب كبيرة إن شاء الله عودة مسابقات الناشئين مرة أخرى بعد توقفها، مسابقة 99 ومسابقة 2001 إن شاء الله بنسب كبيرة احتمال استكمالها خلال الفترة اللي جاية، وإن شاء الله تنتهي قبل رمضان. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دلوقتي ده جواب بيخص 2003، هنا مرسل من الاتحاد المصري للمناطق والأندية، هنا بيقول يسرنا أن نرسل لسيادتكم استكمال مباريات بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2003 المرحلة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021 للمنافسة على البطولة، علما بأنه ستقام مباريات بطولة الجمهورية مواليد 2003 خلال شهر رمضان المعظم، وعلى الأندية التي لديها ملاعب مضاءة موافاتنا بالملاعب التي ستقام عليها مباريات ناديكم لاتخاذ اللازم. ده شيء إيجابي وشيء مهم جدا وشيء نادينا به من الأول، ما كانش ينفع أن احنا نوقف مسابقات الناشئين، كان لازم الاستكمال العجلة وكانت العجلة بتدور، ليه نوقفها مرة واحدة؟ لكن خلونا نتكلم في الشيء الإيجابي، هي عودتها مرة أخرى. مواليد أو مسابقة 99 و2001 دي بطولة جمهورية هتستكمل إن شاء الله وهتنتهي قبل شهر رمضان علشان اتلعب منهم مباريات كتيرة. طيب بالنسبة لمسابقة 2003 زي ما شفنا الخطاب و2006 هتستكمل، ولكن أيضا هتستكمل في شهر رمضان علشان كده لجنة المسابقات في الاتحاد المصري بعتت الأندية علشان الإضاءة بالليل، وديك أول مرة هتحدث في مسابقات الناشئين إن مباريات الناشئين هتلعب بالليل، وغالبا هتكون مباراة الساعة 9 إن شاء الله مساء، فده شيء جيد. النهاردة لما يكون عندك منتخب 2003 وعندك منتخب 2006 علشان الكابتن مؤمن سليمان والكابتن محمود جابر يقدروا ينتقوا اللاعبين، فلازم يكون عندك المسابقه شغاله، فده شيء ايجابي. وايضا ممكن كمان بطوله 2003 و2006 تستكمل كمان بعد رمضان. زي ما احنا بننتقد لازم نشيد، فعلشان كده لازم نشيد باتحاد الكره المصري في حال استكمال بطولات الناشئين، وجيد برضو النهارده إن احنا ممكن ما نستكملش البطولات كلها، يعني المناطق ممكن لا تستكمل، لكن بطولات الجمهورية هي الأقوى، ده يبقى شيء جيد.